دكتورة مروه، دكتورة مروه قبل الهوا لحقتكم في ثواني كده بحاول اسالها، بقول لها مشروع ملاذ امن اصلا اسمه حلو جدا للحياه البريه، هي مالها الحياه البريه في خطر؟ احكي لي في مصر يعني احنا ايه المشاكل اللي عندنا؟ هو طبعا توجهات الدوله كلها طبعا حاليا لتحقيق اهداف التنميه المستدامه وتشجيع الاقتصاد الاخضر. تحقيق التنميه المستدامه ده ليه ثلاث ابعاد، بعد اقتصادي بعد اجتماعي بعد بيئي. المشروع طبعا مقدم من الديوان العام لمحافظه الفيوم برئاسه طبعا السيد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وهو من احد الداعمين جدا لهذا المشروع. المشروع مقدم من مؤسسة فوربوز انترناشنال، ودي مؤسسة مهتمة جدا برعاية الحيوان وإنقاذ الحيوانات على مستوى العالم. هو المشروع ببساطة إن احنا هنعمل ملاذ آمن للحياة البرية. حضرتك عارفة إن الفيوم من المحافظات المميزة جدا بموقعها، ويعني موقع سياحي مهم جدا. من المقرر إنشاء المشروع ده على 500 فدان عندنا في الفيوم، ان احنا هنوفر ملاذ امن للحيوانات البريه اللي هيتم انقاذها عالميا. المشروع مش بس عباره عن كده. اشمعنى في الفيوم تحديدا اختيار الموقع؟ عشان حضرتك، عشان دي بلدك، ولا في ميزه جغرافيه لهذا الموقع؟ هو طبعا في ميزه جغرافيه لمحافظه الفيوم. دي الرسومات التخطيطيه للمشروع ولا ايه ده؟ لا لازم نشوف ايه اللي فيديو. ده مشروعات الخضراء كلها. يعني أوكي. حضرتك هتلاقي ان هو افتكرت ده الحياه البريه، كنت اجي اعيش معاكم. ما إيه هو ده الملاذ الامن بتاعنا. ده حلو ده. هو طبعا برضو اللي مقدم المشروع المؤسسه دكتور امير خليل معانا المسؤول الاستجابه السريعه. هو برضو اصله من محافظه الفيوم. المشروع مش هيبقى عباره بس عن ملاذ امن، ده كمان هيبقى في وحده محطه معالجه لمياه الصرف الصحي والزراعي لاستخدام المياه بتاعتها في المحميه. تمام. هيبقى فيه بالتعاون طبعا مع وزاره البيئه، لان هي المسؤوله عن قطاع المحميات. حضرتك قلت جمله خطيره انا مش قادره افهمها، ده يكون ملاذ امن لكل الحيوانات البريه اللي بيتم انقاذها في العالم، لان هي المؤسسه بره ليها نشاط عالمي. ليها نشاط عالمي، فهي طبعا الحيوانات اللي هو بيتم انقاذها اللي لازم بيكون ليها مكان. المشروع بس مش عباره عن كده، كمان هيكون فيه هيتعمل زي نزل سياحيه للسياح اللي يحبوا يقضوا وقت في المحميه، حوالي 20 نزل صديقه للبيئه. يعني دي نقدر نقول عليها محميه مش طبيعيه، محميه صناعيه. هنعمل محميه هتبقى طبيعيه، لان هنحاول نوفر بيئه ملائمه للحيوانات اللي هتيجي تعيش فيها. كمان هيتم زراعه اشجار بالتعاون مع وزاره الزراعه عشان نوفر بيئه ملائمه شويه للحيوانات دي. هيكون في كمان يعني من المقرر ان احنا نعمل وحده اعاده تدوير لمخلفات الحيوانات، ممكن هنستخدمها في صناعه الورق اللي هيستخدم. كمان هيكون في يعني مركز لتدريب الاطباء البيطريين، ان احنا يبقى عندنا جيل من الاطباء البيطريين المدربين. اللي حضرتك بتقوليه واستاذ عطاء كان بيقوله هي مبادرات ما اقدرش اقول اقل من انها طموحه جدا طبعا وكبيره جدا طبعا. بعد الفاصل هنرجع نسال واحنا ازاي اتحاسبنا؟ طيب فوزنا اكيد على اساس يعني حساب جامد، يعني اكيد في تقييم كان عميق لهذه المشروعات وجدواها وقيمتها الاقتصاديه او البيئيه.